كاش نقول لك اخويا اسمع، كما تنشوفوا هنا المنتخب المغربي اول حاجه مبروك التاهل، او شرف لينا كبير ان نشوفوا المنتخب ديالنا انه داز للدور الثاني. وكما تعرف الجميع وقال الاخ سيمو ان شفنا المقابلات اللي خدا المنتخب الوطني كامل، الماتش الاول الماتش الثاني الثالث. وواحد الحاجه اللي تنتاسف لها هو ان في المنتخب الوطني شي واحد الحاجه اللي ماشي نقول الخيبه، ولكن تنبداو فور اخويا اسماعيل فهمتيني، ما تنشيروش لي ماتش ديالنا كاملين. لا شفنا في الماتش الاول الحمد لله لعبنا الماتش الاول اللي كان مزيان، الماتش الثاني كونتر كونغو اللي لعبنا في هذاك الوقت اللي فيه اللي ما كناش نتسناو، يعني الوقت صعيب وكنت نتاسف انا بحال التوقيت لعبوا فيه المقابلات اللي كانت الرطوبه كان بزاف ديال الحوايج ما تساعدش. كما قال سيمو الحمد لله عرفنا كيفاش نجيبوا نقطه، واخا كنا طامحين باش نربحوا، ولكن حتى الماتش الثالث طحنا في نفس المشكل، يعني تنبداو بفور وما تنجيروش لي ماتش ديالنا. دوزيام ميطاج تشوف العيات تشوف بزاف ديال الحوايج، وهذا كما قال سيمو الحمد لله باقيين في التيران ديالنا اللي تلعبوا فيه ديما، عندنا ماتش اجواء جاي ان شاء الله لما يكون سهل كونتر جنوب افريقيا.